كفتة السليمانية أو كفتة صابون كران، لها من الشهرة الكثير على مستوى أقليم كردستان من حيث طريقة التحضير والرائحة الزكية التي قاومتها بشدة عند أعداد هذا التقرير. منطقة صابون كران من الأحياء القديمة في السليمانية التي اهتمت بالمأكولات التقليدية، ومنها هذه الكفتة التي كانت تأخذ وقتا طويلا في تحضيرها، لكن الآن وبسبب الأدوات الكهربائية تم تسهيل وتعجيل التحضير، حتى أنني بدأت بتحضير أنواع مختلفة من الكفتة. طريقة تحضير وطبخ كفتة صابون كران خاصة وتحتاج لمهارة نجدها هنا في هذا المطبخ، فكل شيء له أسلوبه المميز حتى في طريقة لف الكفتة لتحصل على شكلها الدائري. شوازي كفتة صابون كران سليماني. في كفتة صابون كران تستخدم البيض المسلوق مع حشوة الكفتة إضافة لبهارات خاصة ما يعطيها نكهة وطعمة لذيذة ويميزها عن غيرها من أنواع الكفتة. زور جال الكفتة كان بركيب كيو مطلقة أو كسب برديتي أو كقريب لسارك. المأكولات التقليدية في السليمانية كثيرة من حيث النوعية والعدد، وقد لقيت كذلك استحسان السياح الوافدين إلى المدينة. هذا عدا عن استقبال الضيف العزيز في المنزل بطبق من كفتة صابون كران. لبرنامج نسمات زاكروس، شهناز أحمد، السليمانية.